كاتب الصحفي الأستاذ جورج العقوري. أستاذ جورج، إذا كان البعض وقطاع لا بأس به من اللبنانيين يقولون إن الأزمة حتى وإن كانت تداعياتها اقتصادية لكنها تبدو سياسية في المقام الأول، إذا كانت هذه قناعة دقيقة فكيف يبدو السبيل لحلها؟ بطبيعة الحال هذه قناعة دقيقة، لأن مدخل لأي حل هو حل المشكلة المعضلة السياسية. فالمشكلة الاقتصادية بمكان ما مرتبطة بالمشكلة السياسية. على سبيل المثال أن عدم ضبط الحدود، أن التهريب عبر المرافق الشرعية، كل هذه الأمور مرتبطة بفقدان القرار السياسي ووقوع لبنان تحت يعني بياخذ لبنان رهينة من قبل منطقة دويلة المسيطر بجزء كبير على القرار السياسي اللبناني. في النهاية هذه حكومة والحل والحل هنا يكمن في الطرح الذي دعا إليه بطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالعمل على إعلان لبنان، على إعلان حياد لبنان عن كل الأزمات المحيطة بنا باستثناء العداء لإسرائيل المرتبط بالموقف العربي الموحد، ولكن كل ما عدا ذلك من تمحور على سبيل المثال في المحور الإيراني كما يزج حزب الله لبنان ويضعه في خانة طيب أستاذ جورج، يعني هناك من يقول أن الطرح المرتبط بحياد لبنان والنأي بالنفس كما طرحها الرئيس السابق العماد ميشيل سليمان، هذا طرح فلسفي أفلاطوني أكثر من كونه طرح واقعي، لا يمكن للبنان وفق هذا الرأي على الأقل أن يكون بمنأى عن كل ما يجري حتى لو كان في الساحة السورية، وما طرحه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي جعله أصلا وفق منتقديه موضوع في معسكر آخر. هذه حجج واهية يتذرع بها البعض. حين يوجد إرادة لبنانية بحماية لبنان من العواصف التي تضرب المنطقة نحن نستطيع، ولكن المطلوب الإرادة. ما الذي يمنع من ضبط الحدود اللبنانية وترسيم الحدود؟ أي دولة في العالم تسعى إلى ضبط حدودها أو إلى ترسيم حدودها. ما الذي يجبرنا نحن كلبنانيين على سبيل المثال أن نقوم بمطالبة بعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية كما فعل الوزير السابق للخارجية جبران باسيل، أو على سبيل مثلا آخر حين تم اغتيال رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني شارع لبنان الى اتخاذ موقف مندد، ولكن حين تعرضت السعوديه الى قصف صاروخي مباشر والى ما الى ذلك لم يصدر عن وزاره الخارجيه يوم عن موقف. نحن باستطاعتنا نحيد نفسنا عن هذه المشاكل كلها ان وجدت الاراده. ومن يريدون خير لبنان عليهم ان يسعوا الى تحديده عن مشاكل المنطقه. عليهم أن يحسنوا لبنان، وهذا الأمر هذا أمر تراكمي يتم البناء عليه يوما فيوم وليس بسحر ساحر. علينا أن نبدأ بمكان ما. أولا أن نعلن أننا لن نزج لبنان كما يفعل حزب الله في صراعات المنطقة من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى تدخل في خلايا أكان في مصر أو أكان في الكويت أو ما إلى ذلك. طيب أستاذ جورج، إذا كان ذلك تعذر ولم يكن ممكنا في فترة ربما لم يكن فيها حكومة لون واحد ولم يكن فيها مستوى نفوذ الأطراف التي استعرضتها كالنفوذ الحالي، ما كان متعذرا وفق المعطيات السابقة كيف يمكن المطالبة به في هذا الوقت؟ ألا يبدو الطلب غير منطقي؟ الأمر ليس بخيار وليست المسألة مسألة رفاهية، إنها حاجة. إن حياد لبنان أكاد أقول أنه رديف لسيادة لبنان. الأمر في ليس لدينا ترف الوقت، وهنا لقد تغيرت المعطيات. إن لبنان اليوم على شفاف، إن لبنان اليوم في قلب الانهيار المالي والاقتصادي وفي قلب الانفجار الاجتماعي. لا يمكن أن نتحجج وأن يعني كما يقولوا باللبنية الدارجة نتغنج. نحن ملزمون باتخاذ خيارات، وعلى هذه الخيارات أن تكون خيارات دقيقة وسريعة ولمصلحة لبنان. الحياد هو واجب وطني على كل من يؤمن بلبنان. أما من يؤمن بتبعية لبنان للولي الفقيه وبتبعية لبنان إلى مشاريع إقليمية فهؤلاء
استاذ جورج، يعني انصار ان ولائهم الاول ليس للبنان، انصار الحكومه وانصار فريق الثامن من اذار يرون ان هناك تزايد عندما يتم الحديث في هذه الاطر القديمه المعقده المركبه التي تحتاج الى سله من التفاهمات اللبنانيه الاكثر شمولا. اللبنانيون خرجوا في جزء من مطالبهم في مظاهرات اكتوبر تشرين الفائت يقولون يسقط حكم المصرف، حكم المصرف في لبنان وفق نعم. رايهم كان قد توغل وتوغل كبيرا. عفوا نعم عفوا، الذين خرجوا فيه هناك مجموعات يساريه يعني تخطاها الزمن بطروحاتها دعت الى سقوط حكم المصرف، لان النظام المصرفي في لبنان هو احد دعائم واحد وجوه لبنان وخصوصية لبنان. نحن علينا إصلاح النظام وليس إسقاطه، وهذا فرق كبير. ها الدول الشيوعية انتهت في العالم، والدول الاشتراكية تغير مفهوم نظرتها للمقاربات الاقتصادية. هل يريدون عودة بنا إلى عصر الكهف؟ لا أدري. إن المطلوب محافظة على النظام الليبرالي الحر الاقتصادي في لبنان، وأن القطاع المصرفي كما القطاع الشفائي كما القطاع التربوي كما القطاع السياحي ركائز لبنان وجزء من هوية لبنان متميزة، علينا تدعيمها، علينا في حال وجود الخلل أن نعالج الخلل. أنا إن كان لدي مريض هل أعالج المرض أو أقتل المريض؟ في ضوء تطبيق قانون قيصر الذي دخل حيز النفاذ بالفعل وكان يستهدف قطاعات اقتصادية واسعة من بينها القطاع المصرفي الذي له ارتباطات بأجندات أو بتحالفات وتيارات معينة، هل كان الوضع في لبنان بحاجة إلى مزيد من المفاقمة بدخول هذا القانون حيز التطبيق وهو المضار أصلا كقطاعات مصرفية واقتصادية مختلفة؟ أولا نحن قبل وجود قانون قيصر هناك إجراءات أمريكية تتعلق بتمويل الأموال وتتعلق بدعم حزب الله، وقد شهدنا سابقا جمال تراست بانك والبنك الكندي تم ادخالهما في لبنان لارتباط الاتهامات بحزب الله. يعني فنحن نعم. على الصعيد المصرفي منذ عشرات السنين، منذ نحو 10 او 15 سنه كان هناك اطر تنظيميه لحمايه لبنان من تبييض الاموال ومن التواصل المباشر. حزب الله لا يتواصل مباشره عبر المصارف، وحين يتبين ذلك كما حدث مع جمال تراستاين فقد تم ادخال هذا المصرف. ان قانون قيصر يعني احنا لسنا بحاجه اليه. على سبيل المثال هل يعني ضبط الحدود اللبنانيه هل يجب ان ينتظر وضع قانون قيصر كي يتم ضبط الحدود اللبنانيه او منع التهريب من الى سوريا؟ في اي ان ابسط مقومات الدول ان تكون لديها سياده على ارضها، ان يكون قرارها السياسي بيدها وان تكون تضبط حدودها. وصلت الفكره تماما. الاستاذ جورج العقوري الكاتب الصحفي عبر الهاتف منضما الينا من بيروت، شكرا جزيلا.